الصحف العالمية والكبريات الصحف العالمية، بعض المقالات في الصحف العالمية تقول أنه الوضع الاستثنائي اللي تعيش بلادنا يلزم حل استثنائي، وما الحلول الاستثنائية اللي يحكي عليها أحد الخبراء الاستراتيجيين في إحدى الصحف العالمية الكبيرة، يقول أنه ربما يكون الحل من داخل أجهزة الدولة، وأكيد أنه كي يقولوا من داخل أجهزة الدولة يعني ربما تتورط المؤسسة العسكرية في حل ربما موجود اليوم على الطاولة، طاولة القوى الإقليمية. شوف، هو حل استثنائي ولا مش استثنائي، المهم يكون حل ديمقراطي. بالنسبة لنا احنا اللي يعنينا في الموضوع هو انه الحل يكون حل ديمقراطي، ولا يقع استبدال الانقلاب بانقلاب اخر، ولا يقع هذا استبدال هذا الاستبداد باستبداد اخر جديد. هذا اللي يهمنا احنا اكثر في الموضوع. في 14 جانفي الجيش التونسي انحاز للقوى السياسية الديمقراطية وانحاز للشعب التونسي، وكان عنصر إيجابي في وصول الثورة إلى التخلص من بن علي وطرده وغيره، وبالتالي بقى الشعب التونسي يحمل في مخيلته كل هالمعاني هذه الإيجابية وكل هذا الرصيد الرمزي والسياسي اللي تحقق في المرحلة هذيك. احنا كما قلت دائما نطالب بأن الحل يكون حل ديمقراطي، والحل الديمقراطي في تونس لا يمكن أن يكون إلا بالعودة لصاحب الشرعية الأصلية اللي هو الشعب التونسي، الذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تتوفر فيها الشروط الضرورية لأن تكون هذه الانتخابات حرة وشفافة ونزيهة، مش كيف الانتخابات اللي دعيلها الآن واللي بوادر التزوير بدأت تظهر من الآن. بالتالي أن مؤسسات الدولة تساعد على تحقق هذا المطلب، وقتها نولي ونحكيه على حل ديمقراطي، ماناش قاعدين نحكيه على حل انقلابي وإلا على حل استبدادي. ونعطيت نموذج نتاع 14 جانفي وكيف أن مؤسسات الدولة لعبت دور إيجابي في التخلص من الاستبداد وفي فتح البلاد لتجربة ديمقراطية. هذا هو المقياس والمعيار الأساسي اللي احنا نقيسوا بيه في الأمور. وقت اللي تكون العملية هذه معناها في إطار بديل ديمقراطي، فإنه احنا معناها ما نجم إلا نكون مع حاجة من نوع هذا. وقت اللي العملية هذه تكون في إطار استبدال مستبد بمستبد أو استبدال سلطة قمعية بسلطة قمعية أخرى، ما عندنا حتى حل ثاني إلا أن نستمر في معارضتنا للسلطة الجديدة وفي مطالبتنا باستئناف المسار الديمقراطي من جديد.